الخبر الثاني العاجل، اتحاد الكره يدعو انديه الدوري الممتاز لانتخاب الرابطه يوم 19/9. دعا الاتحاد المصري برئاسه احمد مجاد انديه القسم الاول لمسابقه الدوري الممتاز في خطاب رسمي ارسل اليوم الى الانديه لترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته يوم الثلاثاء المقبل 14/9 لانتخاب رابطه انديه القسم الاول يوم 19/9. وحدد الاتحاد المصري في خطابه وفقا للائحه النظام الاساسي للاتحاد المتضمنه تكوين رابطه لانديه القسم الاول الا يكون ممثل النادي عضوا بمجلس ادارته او موظف به. يعني بمعنى صح، النادي الاهلي لما يرسل اسم لرابطه الانديه، الاسم اللي هيتم ارساله لا يكون عضو مجلس اداره ولا يكون موظف او بيعمل داخل قطاع الكره او داخل النادي الاهلي. الخطاب اضاف ان سيتم مراجعه شروط الترشح لعضويه الرابطه يوم 15/16/9 وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطه يوم 19/9 باختيار 5 أعضاء من بين مرشح الانديه ال 18 على ان يعقد اول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22/9. اتمنى تكون رابطه انديه محترفه طبقا للائحه النظام الاساسي. بس هو السؤال، قال لائحه نظام اساسي الجديده اللي لسه هيتم نشرها في الجريده الرسميه المعتمده ولا اللائحه القديمه؟ بس الاتحاد بس محتاج يجاوب لنا على الجزئيه دي، لان لائحه النظام الاساسي الفيفا اعتمدها لكن لسه اللجنه الاولمبيه لم تعتمدها ولسه لم يتم نشرها في الجريده الرسميه.